يقام فعاليات مؤتمر اليورو موني اليوم الاثنين الموافق 7 سبتمبر لعام 2015 في فندق سمراميس في القاهرة، وهو تجمع سنوي لصناع القرار ورجال الصناعة وأهم الشخصيات الاقتصادية لمناقشة القضايا الاقتصادية الأساسية. بدأت فعاليات المؤتمر بفيلم قصير عن نظرة الاقتصاد العالمي لمصر وكيف يرى المحللون الدوليون الاقتصاد المصري، ثم تلاه حوار اليوم وهو حوار اليورو موني مع الأستاذ الدكتور هاني قدري وزير المالية والسيد الأستاذ أشرف سلمان وزير الاستثمار. والجدير بالذكر أن يتوج المؤتمر هذا العام الحديث عن محور قناة السويس وتحويل الإسماعيلية والسويس وبورسعيد لمناطق تجارية حرة. يستمر فعاليات المؤتمر لمدة يومين وهما 7 و8 سبتمبر الحالي. المؤتمر بيناقش موضوعات حيويه بالنسبه للمرحله اللي احنا فيها، بنتكلم على الاويل اند جاز، بنتكلم على مشروعات استثماريه، بنتكلم على الالكتريستي المشروعات الكهرباء، بنتكلم على التجزئه المصرفيه. كل دي موضوعات انا اعتقد ان في الفتره الحاليه محتاجين يحصل فيها نمو، وده كله بيصب في دعم الاقتصاد المصري بشكل عام. My impression is very good conference, very organized, a lot of very important people giving very, very good insights of the Egyptian economy. The message and what I'm here today, I believe, is to promote Egypt's economy and from a realistic point of view, attract investors to the country. Well, I think the conference is an important platform for the exchange between private sector and government officials. It's an important moment to talk about opportunities, but also the challenges in that area. So it's a great platform, a great opportunity. المؤتمر بالنسبة لنا كان فرصة كويسة إنه نسمع من صناع القرار في مصر. استمعنا من معالي وزير المالية، معالي وزير الاستثمار، بالإضافة إلى أشخاص من يعني كبار رجال أعمال في مصر. الرؤية واضحة بالنسبة لهم، بتكلموا عن المستقبل بثقة. ممكن تكلمنا عن استثمارات او ايه الاستثمارات اللي ممكن متوقعه منكم؟ احنا بالنسبه لنا كشركه فحص وتفتيش واختبار، العمل في انشاء معامل اللي بتساهم في دعم الصناعات، تقديم خدمات لوجستيه في المواني، ويعني بالدعم الشركات الصناعيه اللي موجوده.